مدينة ألاك، وزارة الصحة تطلق منصة رقمية جديدة للرصد والإنذار والاستجابة للأوبئة والطوارئ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. تأتي انطلاقة هذه المنصة التي أشرفت عليها السلطات الإدارية في ولاية البراكنة في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث منظومتنا الصحية وضرورة إدخال أنظمة وآليات الرصد الوبائي عليها. هذه المنصة ستغطي عموم التراب الوطني، ويأتي هذا البرنامج بتمويل من منظمة الصحة العالمية، والذي ستشارك في تجسيده على أرض الواقع عن طريق الدعم الفني واستجلاب الخبرات. وقبل أن أنهي كلمتي هذه، لا يفوتني أن أشكر منظمة الصحة العالمية على ما تقدمه لبلدنا في مجال الصحة. ولضمان نجاح هذه الانطلاقة، تم تنظيم هذا الملتقى التكويني الذي يشرف عليه فريق من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خبراء فنيين من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة. سيشرفون على تدريب المشاركين في مجالات التعامل مع الرقمنة وطرق البحث عن المعلومات الصحية المرتبطة بالأوبئة. هذا المشروع هو عبارة عن إطلاق منصة رقمية تغطي عموم التراب الوطني، سهلة الاستخدام وتضمن سيابية المعلومات الوبائية، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية فرع أفرو. نجتمع اليوم لإطلاق ملتقى تكويني للمكونين يشرف عليه فريق من منظمة الصحة العالمية بجنيف. سيشكل هذا الفريق نواة صلبة لنشر الرقمنة في نظامنا الصحي، بدءا بنظام الرصد الوبائي والمعلومات الصحية، ليمتد بعد ذلك ومن خلال برامج أخرى نعتزم إطلاقها مستقبلا من أجل التحصل على نظام مرقمن يدعم جاهزية طواقمنا الصحية لمواجهة أي خطر وبائي مستقبلي. وستمكن هذه المنصة الرقمية التي ستغطي كافة ولايات الوطن من تطوير نظامنا الصحي وإتاحة المعلومات الوبائية بشكل واضح وانسيابي، كما ستدعم طواقمنا الصحية وتساعدها على مواجهة كافة أشكال الطوارئ. عبد الودود السدنة، الموريتانية، مدينة ألاك.